العصير بتاعنا ببساطة شديدة اهو كانتالوب، نعناع، تلج، خلاط في ايدك جايباه من المصروف، حاجات دي مطلوبة عندك في المطبخ، خلاط، كبة، سكينة حلوة، ومقادير الكانتالوب على الشاشة. اشتغل يا عمي زي الفل تمام. كانتالوب والعسل معانا، ويجعل ايامنا كلها عسل يا رب، قول امين. هنا الطعم، ننزل بالماء المسلج، اللهم صل على النبي، ماء مسلج، عسل نحل، ويجعل ايامنا كلها عسل. اهو انا بصراحه بفضل العسل عن السكر في العصاير، حاجه مضمونه، مش معناته السكر مش مضمون، لا بالعكس، السكر مضمون رقم واحد، ولكن العسل صحي شويه، وخاصه مع الاطفال والرياضيين، حاجه كده قيمه غذائيه، مناعه، كل حاجه حلوه. اهو حلو كده، ونقف اهو، وناخد الخلاط ده كده زي الفل تمام، وناخد ده كله مع بعض يا عم الشيف. مريض السكر ممكن ياكل من العسل عادي، مفيش اي مشكله. اه بس خلاص زي الفل كده. كده الكنتالوب بياخدش وقت كبير في الخلاط، غير مثلا لما نضرب عصير من العصاير التانية، وخاصة الكنتالوب لو مستوي زي بتاعنا كده اللطيف الحلو. بصراحة هو مش محتاج سكر ولا عسل، الكنتالوب ده طعمه زي العسل. تعرفيها ازاي؟ خدها كده ولها ريحة حلوة، الكنتالوبية المستوية اللي بيبقى طبعا ايه طعمها حلو. اه شيل الخلاط ده من هنا عشان مخرجنا ما يزعلش مني، ونروق الكاونتر بتاعنا وكده، روقنا الدنيا. والحلقه بتاعتي ببساطه النهارده في عجاله فيها خبره طهويه، اه فيها خفه الدم المصري، اه لان الطعميه طعميه مصريه، ولكن الشيف المغازي اضاف ايه؟ اضاف ازاي اهل الطعميه زي بتاعت بره، وده مطلوب. جبنا حبيتين من البصل، حلو الكلام، حمرناهم في قلب الزيت بالقشر بتاعهم، ولكن لازم يتغسلوا كويس ويبقى البصل زي اللي كان معايا ده كده، القشره بتاعته لطيفه وجميله، وحمرناهم في قلب الزيت.